بارك الله فيكم يا صاحب المعالي والسعادة، وكتب الله أجركم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم. والآن فليتفضل أصحاب المعالي وقائد المنطقة الشمالية لتكريم المشاركين في الحفل. الحفاظ والحافظات في هذا العام عبد العزيز بن سعد القحطاني، احمد بن علي الزهراني، نايف الحصيني، بندر بن فرحان العمري، سعود بن حسين الحربي، أحمد بن حسين مدخلي، زياد علي أبو طالب القيسي.